خلينا نطلع نشوف تقرير عن مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، والحلم أصبح حقيقة. أن يكون لمصر مدينة رياضية شبيهة لما هو موجود في الدول الأوروبية كان حلما وأصبح حقيقة. مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة صرح رياضي ضخم والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، متكامل الأركان والخدمات وفق أعلى المواصفات العالمية، خاصة مع ما تحتويه من استادات وملاعب وصالات مغطاة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية. والله أنا بنشكر يعني فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الفكرة، يعني أن يكون في مدينة مصر الأولمبية بهذا الشكل. ده أحد منشآتها، لكن دي 5 مليون متر مربع خلصت خلاص. أنا أعتقد لو ما كانش هذا الصرح ده كان مع الظروف الاقتصادية وكان صعب الحقيقة تعمل، لكن إحنا عندنا دلوقتي أكبر مدينة، مدينة لمئة سنة قدام، مدينة بتشمل جاهزية مصر وتطويرها الإنشائي. النهاردة التدريب منتخب مصر، الحقيقة إحنا بعد المنتخب الكبير المنتخب الأولمبي هيكمل كمان في التدريب، لأن دي طاقة إيجابية جدا للمنتخب والمنتخبات. النهاردة كمان في نموذج ممثل لأبطال مصر الأولمبيين، لأن استعدادهم لباريس يعني قائم وعلى قدم الوثاق زي ما بيقولوا. تضم المدينة استادا رياضيا يخطف الأنظار يسع ل90 ألف متفرج، ويحتوي على مدرجات عملاقة وأرضية مميزة تطابق المواصفات العالمية. كما تضم المدينة صالة مغطاة تسع ل8 آلاف متفرج، وصالة مغطاة أخرى تستوعب 15 ألف متفرج، ومجمعا للإسكواش، ومجمعا لحمامات السباحة الأولمبي، وملعبان للتنس الأرضي رئيسي وآخر فرعي، وملاعب للفروسية، وملاعب للكرة الطائرة وكرة السلة والكرة الشاطئية، وملعب للهوكي، وملاعب أخرى متعددة الأغراض. كما تضم المدينة صالة للألعاب القتالية وأخرى خاصة لذوي القدرات الخاصة، وصالة للجمباز، ومستشفى للطب الرياضي، إضافة إلى المنشآت الفندقية والمباني الإدارية والساحات المخصصة للجمهور والمسرح الروماني. كل هذا يمثل إضافة كبيرة للمنشآت الرياضية التي تتميز بها مصر في ظل ما تحتويه من استادات وملاعب وصالات مغطاة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية. نفذت المدينة وفقا لأرقى المواصفات العالمية، وذلك على نحو يعظم من قدرة وجاهزية المدينة لتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية الدولية في مختلف الألعاب، ما يعكس القدرة الواقعية لبلدنا الحبيب على استضافة أكبر البطولات الدولية، وكذلك يساهم في الترويج الثقافي والحضاري والسياحي، بالإضافة إلى العوائد المالية والاقتصادية. المدينة الأولمبية هي نتاج السعي المستمر من قبل قائد نهضة مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير وتعمير كل شبر في مصر، سواء في العاصمة الإدارية أو غيرها، بما يتفق ويليق بحجم وتاريخ بلدنا الحبيب، وذلك لإضافة طفرة نوعية في البنى التحتية في كافة المجالات على مستوى الدولة، ما يعكس القدرة الواقعية الحالية لمصر على استضافة كبرى البطولات والفعاليات الدولية في مختلف الألعاب الرياضية. اليوم وبكل فخر بات لدينا مدينة رياضية عالمية على أرض مصرية.